موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. وزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة محي الدين هرموش يقول إن لديه معلومات عن صلة وعمالة أعضاء في الائتلاف للنظام الأسد. مقتل القيادي في الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني محمد حمدو بربوري وأربعة عناصر آخرين برصاص مجهولين على حجز عسكري بمنطقة سجو شمالية إعزاز. منظمات سورية تقدم لسلطات التحقيق والادعاء في ألمانيا والسويد وفرنسا معلومات إضافية متعلقة بهجمات الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد في غوطة دمشق وخان شيخون. القوات الروسية تنسحب من مستودعات مهين بريف حمص الشرقي وتسلمها للحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله وفق صحيفة الشرق الأوسط. مدير مشفى ابن سينا للأمراض العقلية في مناطق سيطرة النظام أيمن دعبول يقول لإذاعة ميلودي اف ام الموالية إن عدد الأخصائيين النفسيين يصل إلى 45 طبيبا فقط. منظمة الهجرة الدولية توثق النزوح ولجوء أكثر من 7 ملايين شخص في أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية على البلاد.